ننتقل إلى السؤال الرابع، موضوعه تعميم مراكز محاربة الأمية بالمناطق النائية. فليتفضل أحد المستشارين من فريق تجمع الوطن الأحرار. تفضل السيدة فاطمة حساني. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات المستشارات المحترمات، السادة المستشارون المحترمون. السؤال اللي كنوجه للسيد وزير الأوقاف هو أن تعاني ساكنة المناطق النائية ببلادنا من الخصاص الكبير في مراكز محاربة الأمية، الأمر اللي خلف واحد شوية ديال التذمر والقلق لدى المواطنين خصوصا في الصفوف النساء. نسألكم سيد الوزير، ما هي التدابير الإجراءات اللازمة التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل تعميم مراكز محاربة الأمية بجول المناطق النائية المستهدفة؟ شكرا. شكرا سيد المستشار. الجواب سيد الوزير. شكرا السيدة المستشارة المحترمة، وكنظن لقيت هذا السؤال في الفريق ديالكم هذه عامين، بمعنى بأنه عندكم حرص على المسألة وهي مسألة تستحق كل الحرص ياك. فاللي كاين هو أنه هذا البرنامج الحمد لله اللي سيدنا الله ينصرو أعلن عليه هذه يعني تقريبا 20 سنة من أنجح البرامج فيما يتعلق بمحاربة الأمية، بحيث كثرنا 4500 مسجد كيوقع فيها محاربة الأمية. هو الحمد لله أن 70% أكثر من 70% من النساء، بمعنى شوية بشوية غادي يكونوا النساء يعني أقل في الأمية من الرجال في المغرب إلا حسبنا هذا، لأن وصلنا الآن ما يقرب من 3 ملايين ديال المستفيدين فيهم 70% من النساء. فالآن العدد الإجمالي للمسجلين في البرنامج هذا السنة من سنة 2000 حتى 2022 هو 4 ملايين و200، يعني من البداية ديالو حتى 2000 هي 4 ملايين و208 ألف، منهم 1,737,000 بالعالم القروي، أي نسبة 41%، بحيث راه ما كاينش شي نظرا لنسبة السكان ما كاينش شي إجحاف. يستفيد من برنامج حول الأمية بالعالم القروي خلال الموسم الدراسي 2021-2022 ما مجموعه 136,621 مستفيد، هي نسبة نسبة 45.96، يؤثرهم 3,709 من المؤثرين وفي 3,538 مسجد، منها 494 مسجد تم فتحها في إطار واحد الشيء سميناه 1000 نقطة أو قرية قارئة، بمعنى بغينا نديروا شي قرى نتبعوهم، ماشي غير دوك اللي القرى كل القرية كلها تولي كتقرا وكتكتب. يعني درنا برنامج الألف كاين الآن مسجل فيه فهذا اسمه 494. بلغ الاعتماد المالي المرصود للبرنامج بسنة 2022 180 مليون درهم، خصص منه 81.7 مليون للعالم القروي. والوزارة كتحاول، ولكن في الحقيقة قضية محاربة الأمية راه خصنا لها شي حاجة جديدة، بمعنى نحددوا واحد الوقت نقولوا في 2000 وكذا كنديروا بعض الآفاق، نقولوا ما يبقاش شي واحد ما كيعرف يقرا ويكتب في المغرب، ونديروا له برنامج لهذا الشيء هذا، تعاون فيه الوزارة بالبرنامج ديالها وجميع المعنيين يعني والمتعبئين لهذه المسألة. كيخص محاربة الأمية تكون لها شي أفق معين وتدابير معينة ومراقبة معينة. راه وقعات في بلدان أخرى هذه مدة، أنه الناس قروا في مدة معينة كل شيء يقرأ ويكتب، وفعلا لذلك هذه القضية كيخص فيها واحد التدبير خاص، أنه خاصها واحد الاحتياطات معينة، سيما الآن عندنا هذه الآلة اللي سميتها الهاتف المنقول، راه كيمكن تساهم بواحد الإسهام كبير الرقمي، لان كل شيء الان كيستعملوه، حتى الاميين والاميات كيستعملوه وكيكتبوا فيه. شكرا السيد الوزير. شكرا على الجواب. تعقيب السيده المستشاره. السيد الوزير، بعد اولا على حسن التفاعل ديالكم مع هذا السؤال اللي هو حقيقه كيحمل كنحملوا حنا في الحزب التجمع الوطني للاحرار، وكنعطيوه الاهميه ديالو لانه كيتوجه للعالم القروي. كنعتز بالمجهودات ديالكم لان بالفعل لان هو مجهود شخصي ومجهود ديال الحكومه ومجهود ديال انها كنجهد تعليمات ساميه ديال سيدنا الله ينصرو في هذا الباب، وخصوصا ان المجهود الكبير لان تقريبا حققنا نتائج مشرفه بواحد 92.32%، وخصوصا في هذا الظل ديال الكوفيد. احنا كنعتبروا هذا المجهود اللي كتقوموا به واللي كتقوم به الوزاره ديالكم مشكوره، لان هي السقيمه او ربما سيستقيم افضل لو اننا اعطينا واحد الاعتناء خاص لواحد الفئه اللي هي القيمين الدينيين والائمه، واللي اعطيناكم واحد وجهنا لكم في هذا الباب سؤال اني كذلك ننتظر جواب منكم. فهذه الفئه من المجتمع اليوم عندها دور لان هي كتكون بالامامه في هذه المساجد،
واليوم كتشتكي من عدم تفعيل واحد المذكره استشرافيه ديال الوزاره ديالكم، هي تنطالبكم بالتفعيل ديالها، وهو تثبيت الائمه داخل المساجد. فهاد الائمه يعني للاسف كيتعرضوا احيانا او كيخضعوا بعض الاحيان لبعض الامزجه ديال بعض الجمعيات او بعض الدواور، فكيوقع خطا ولا سوء تفاهم مع واحد الامام. وهذا مطلب ديال مجموعه ديال الائمه، خصوصا جهات الشمال، توصلت بهم انا واحد المطالب ديالهم، تيقولوا بانهم تيخرجوهم، ومن تيخرجوهم تيعرضوهم تيبقاو عرضه يعني الاسر ديالهم، يعني في غياب اي تغطيه صحيه، اي تغطيه، وليداتهم تيتعرضوا فهمتي. اسمح لي لدرت هذا الديتور باش نجي نطرح هذا السؤال، لانه اني وبإحاح، لان وكذلك اليوم هاد الناس كذلك كيخضعوا لواحد التاهيل، خصهم يخضعوا لواحد التاهيل، يعني لما كيخرجوا للمسجد وما كيبقاش امام خصو يدير التاهيل بحال واحد النوع من التكوين المستمر اللي كيقدر يكون سنه في غياب اي تغطيه صحيه، في غياب تغطيه ماديه، وليداتهم مشردين. اذا اليوم السيد الوزير كذلك كنطلبوا منكم تفعيل هذا الحرص، ماشي تفعيل، لان كاينه مذكره استشرافيه في هذا، ولكن كاين بعد شويه الخشونه كتوقع، اذا التفعيل ديال هذه المذكره من جهه، وكذلك تنزيل ديال التدابير والاجراءات دابا الان ديال الدوله الاجتماعيه اللي حنا بصدد يعني تثبيت الركائز ديالها يعني وفقا للتعليمات الساميه ديال سيدنا الله ينصره. وشكرا سيد الوزير. شكرا سيدة المستشاره. وبذلك هذا ما يمكنش، لان هذا سؤال بوحده، رديه ليا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله سيد الوزير، ونشكركم على مساهمتكم القيمه في هذه الجلسه.